ضحايا جدد يوميا في مؤشر على الأبعاد الخطيرة لوباء إيبولا. منظمة الصحة العالمية التي سبق وأن أعلنت حالة طوارئ صحية على مستوى العالم تدق جرس الإنذار مجددا. لم يسبق لنا معايشة أزمة صحية مماثلة. الوضع صعب ولا يمكن وصفه بأرقام للمصابين تصل إلى الآلاف. لدينا 5000 مصاب وأكثر من 2500 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ويظهر تضاعف أعداد المصابين والضحايا خلال بضعة أسابيع فقط مدى خطورة الفيروس وسرعة انتشاره. وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن أعداد الضحايا يمكن أن تصل إلى 20,000 ما لم تتخذ تدابير عاجلة. ولكن المساعدات تأتي ببطء، فالولايات المتحدة تعتزم إرسال 3,000 جندي إلى غرب إفريقيا لبناء مستشفيات، ولكن الخبراء يحذرون من أن كل الإجراءات المتخذة حتى الآن لا تزال محدودة التأثير.